فاطيه. نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي يبحث مع وفد جنوب كردفان الأوضاع الإنسانية والأمنية بالولاية. المدير العام لقوات الشرطة يعلن التزامه بتوفير احتياجات شرطة شمال دارفور. قناة سكاي نيوز عربية تعترف بإيراد معلومات كاذبة عن حقيقة مشاركة داعش في حرب السودان. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. التقى نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي مالك عقار إير وفد الإدارة الأهلية بولاية جنوب كردفان، وبحث اللقاء الأوضاع الراهنة والقضايا الإنسانية. وقال الناطق الرسمي باسم الوفد معاوية صالح بابكر إن اللقاء يأتي في إطار دعم وإسناد القوات المسلحة في معركة الكرامة ضد ميليشيا الدجل الإرهابية، مؤكدا انخراط كل أبناء الولاية في برامج الاستنفار والمقاومة الشعبية لدحر التمرد، مشيرا لأهمية تسليح المستنفرين الذين أكملوا الجرعة التدريبية تحت إشراف قيادة الفرقة 14 مشاة. جينا إلى مدينة بور السودان في مهمتين اثنين. المهمة الأولى هي دعم وإسناد ومؤازرة القوات المسلحة، وفي إطار المقاومة الشعبية وفي إطار الاستنفار الذي انتظمه كل ولايات السودان، جئنا ونحن كذلك انتظمنا في معسكرات التدريب، ولدينا عدد كبير من المستنفرين. جئنا كذلك في معيتنا القضية الثانية وهي قضية الملف الإنساني، خاصة أنه النازحين الذين أتوا إلى منطقة تقل الكبرى وهي محليات العباسية الرشاد أبكرشولة، هؤلاء النازحين الذين أتونا جراء الحرب الدائرة في الخرطوم وولايات الجزيرة وتخوم مدينة العباسية من الناحية الشمالية الشرقية، هؤلاء النازحين يعيشون أوضاع قاسية حقيقة. أكد وزير الداخلية المكلف اللواء شرطة خليل باشا سايرين اهتمام وزارته بتطوير العمل بوزارة الداخلية. جاء ذلك خلال مخاطبته ورشة الرؤية الاستراتيجية لتطوير الشرطة السودانية بحضور الفريق شرطة حقوقي خالد حسان محي الدين، المدير العام لقوات الشرطة ومساعدي المدير العام ومدير القوات، مبينا أن الورشة تهدف إلى استيفاء كل متطلبات الخطة الاستراتيجية خاصة المتعلقة بالجريمة وتطوير أساليب منعها والحد من انتشارها. وفي موضوع آخر، التقى المدير العام لقوات الشرطة وفد محلية المالحة بولاية شمال دارفور برئاسة المك محمد التوم محمد الصباح، وبحث اللقاء مجمل الأحوال بالمحلية والتي تشهد استقرارا كبيرا بفضل جهود الأجهزة الأمنية وكذلك الإدارات الأهلية بالمحلية، فيما أشاد الوفد بجهود قوات الشرطة بالمحلية في مكافحة الجريمة وتقديم الخدمة للمواطنين، مشيدين باهتمام المدير العام لقوات الشرطة ودعمه لمتطلبات شرطة الولاية. وقف وزير الصحة الاتحادي المكلف الدكتور هيثم محمد إبراهيم على مجمل الأوضاع الصحية بولاية كسلة وكذلك المعوقات التي تواجه العمل الصحي خلال الفترة الماضية، واستمع الوزير إلى الرؤى والمقترحات التي تسهم في استقرار القطاع الصحي بالولاية. وعقد الوزير اجتماع مع مسؤولية الصحة على المستوى الولائي والمستوى الاتحادي. بالفعل بالأمس كان هنالك اجتماع مستطال للفرق الاتحادية بولاية كسلة، حيث تم اتخاذ ولاية كسلة مقر لعدد من الوزارات الاتحادية التي كانت في مدني سابقا. تم من خلال استعراض الوضع الوبائي في السودان وكذلك أنشطة البرامج الصحية والتحصين والطب العلاجي والمسوحات المختلفة على مستوى السودان. ضمن
ضمن الحملة القومية لمكافحة نواقل الأمراض برعاية وزارة الصحة الاتحادية والتي تغطي 9 ولايات من ولايات السودان، صندوق إعانة المرضى الكويتي من ضمن شركاء الوزارة يعمل في ولاية كسلة أو ولاية الخرطوم. هذه الاحتفالية تختص بولاية كسلة ويعني تهدف إلى التصدي لحمى الضنك ووباء الكوليرا، وتشتمل على أنشطة مكافحة نواقل الأمراض وأنشطة الإصحاح البيئي وسلامة مياه الشرب. حقيقة صندوق دعم المرضى الكويتي هو شريك أصيل في هذه الولاية، بالذات في وزارة الصحة ولاية كسلة، ويقوم بأعمال وخدمات جليلة وأنشطة مميزة، وهذا النشاط هو جزء من هذا العمل الجليل والكبير اللي يقوم به في طيلة السنوات السابقة. تمكنت كسلة من أن تستجيب لكل مطلوبات الصحة في كافة جوانبها العلاجية والوقائية، وتتعامل مع التوافد الكبير للإخوة الذين قدموا من الولايات الأخرى لكسل بتوارها من الولايات الآمنة. دشنا وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبد القادر بمقر الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون ببورسودان بحضور المدير العام للهيئة الأستاذ إبراهيم البزعي تحديث الموقع الرسمي للإذاعة والتلفزيون على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت. وكان الموقع قد توقف منذ أبريل من العام الماضي، وتمت استعادته بثوب جديد يحوي أخبار وبرامج وبث حي للتلفزيون والإذاعة، وربطه بجميع منصات الهيئة على فيسبوك، إكس، تويتر وإنستغرام. ونحيي الخبرة السودانية والقدرة الشبابية السودانية في استعادة موقع الإذاعة والتلفزيون. الآن المتابع والمستمع والمشاهد سريعا يتابع الإذاعة والتلفزيون عبر الموقع، عودة الموقع للإنترنت sudanradio.net وsudantv.net. ده بيتيح مساحة أوسع للمشاهدة وللمتابعة وللتلاقي بين السودانيين، ونحن دي سانحة كبيرة جدا بعد جهد مقدر من الشباب العامل في الهيئة وبالتعاون مع كل الشركاء في أن يعيدوا التصميم بصورة حديثة ومطورة في مخاطبة كل السودانيين اللي بيعتزوا بتلفزيونهم القومي في إذاعاتهم القومية. يتم فيه التحاور والتلاقي بين أهل السودان جميعا، ونعتقد أنه هذه العودة هي عودة أهل الإرادة والصبر في أن يصلوا إلى قناعة أنه ما كان يمكن أن نعتبره قد ذهب سيعود عاجلا بقدرات الشباب السوداني وقدرات أهل الإرادة من العاملين في كافة الأجهزة. نحن نسعد أنه هذا الجهد الكبير في استعادة الخدمة، وخاصة في عصر بتاع التكنولوجيا الحديثة وعصر بتاع إعلام سريع وإيقاعه سريع جدا. تم اليوم بحمد الله وتوفيقه استعادة موقع الإذاعة والتلفزيون sudantv.net sudanradio.net، وقد تم إعادة تصميمهما بشكل يواكب التطورات التقنية في مجال المواقع، وأصبح الآن بالإمكان لكل متابعي مستمعي ومشاهدي الإذاعة والتلفزيون أينما كانوا الاستماع بالبث الحي والمباشر من خلال الدخول على الموقع لمتابعة الأخبار ومتابعة البث الحي والمباشر. وجه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون نقدا لازعا لدولة الإمارات العربية المتحدة لتدخلها سافر في شؤون الدول الأخرى وإثارة الحروب والنزاعات داخلها. ودعا الرئيس الجزائري في حوار مع وسائل الإعلام الجزائرية الإمارات بالكف عن تصرفاتها غير المنطقية. نعتبرهم دائما أشقاء، طلبوا لهم الهداية، وهذا شهر رمضان، إن شاء الله ربي يهديهم. إنها المرة الأولى التي يوجه فيها الرئيس الجزائري عبد المجيد بن تبون رسالة تحذير لدولة الإمارات العربية المتحدة دون أن يذكرها بالاسم. تصريحات الرئيس
الجزائري جاءت خلال لقائه الدوري مع الصحافة الجزائرية، وهو يرد على سؤال حول اجتماع المجلس الأعلى للأمن الذي تم فيه توجيه رسالة إلى بلد عربي شقيق بالكف عن التصرفات العدائية. التصرفات تاعهم غير منطقية. يبدو لي بلي مثل ما يقول أخذتهم العزة بالإثم. وفي حديثه بدأ الرئيس الجزائري مباشرا في توجيه أصابع الاتهام للإمارات في إشعال نار الفتنة في جوار الجزائر ومحيطها. يعني نشوف في كل الأماكن اللي فيها تناحر بين الناس دائما المال تاعها الدولة موجود. في الجوار، في اليماني، في هادي، في ليبيا، في السودان، لا إله إلا الله محمد رسول الله. وقال الرئيس الجزائري إن الجزائر التي قدمت ملايين الشهداء لن تركع، وليتهم يأخذون العبرة من الدول العظمى. الجزائر ما تركعش، ولو يأخذوا العبرة، يأخذوا العبرة من الدول العظمى اللي نحترموها كثير وتحترمنا هي تاني، وقرارنا محترم. لكن تبغي التصرفات اللي عندك مع ناس اخرين تفرضها عليا، راك غلط غلط بزاف. احنا هنا في 5,630,000 شاهد من عجل هذه البلاد هذه، وقرب لا بغيت. هذا ما كان تخريب الانسان اللي يخصص المال تاعو باش يخرب. الفتنه مش مليحه، من أيقظ نار الفتنة يعني عليه اللعنة بالتقريب. حديث الرئيس عبد العزيز بن تبون يؤكد أن الجزائر قد فاض بها الكيل من تصرفات قادة الإمارات الذين برعوا في استخدام أموالهم في إثارة الحروب والأزمات أينما حلوا. للصبر حدود. أعلنت قناة سكاي نيوز عربية في بيان لها عبر منصتها في تويتر اعتراف بتزويف الحقائق بشأن التقرير الذي دعمت فيه مشاركة تنظيم داعش إلى جانب القوات المسلحة التي تقاتل ميليشيا الدجل الإرهابية والتي تقود حربا ضد الشعب السوداني بدعم من الإمارات. وأقرت القناة بوجود خطأ في مونتاج تقريرها عن السودان، مشيرة أن مصدرها موثوق وهو صحيفة الصيحة المملوكة لميليشيا الدجل الإرهابية. رغم اعترافها بالخطأ الذي ورد في تقريرها، لا تزال قناة سكاي نيوز مستمرة في الابتعاد عن المهنية والمصداقية وكذلك تزوير الحقائق لمشروع دولة الإمارات من خلال ميليشيا الدجل الإرهابية. ليس بغريب أو مستبعد من مؤسسة إعلامية تعود ملكيتها لدولة الشر الإمارات العربية أن تخوض فيما يؤذي السودان حكومة وشعبا. لطالما افتقرت قناة سكاي نيوز إلى المهنية والمصداقية، مثلما افتقر الذين يملكونها للضمير وروح العروبة والإسلام. كيف يقاتل جيش السودان وهو صاحب التاريخ الطويل في النظامية والمنافحة والدفاع عن الأمة العربية والإسلامية؟ كيف يقاتل بجماعات من داعش ومن تسميهم الإمارات بالإرهابيين؟ فقد تشابه عليهم البقر وابتعدت أقدامهم عن أرض الحقيقة. لا أحد هنا في السودان يصدق هذه الترهات والأكاذيب المفضوحة. يعلم القائمين على أمر قناة سكاي نيوز أن الحرب القذرة التي تديرها دويلة الإمارات في السودان بواسطة ميليشيا آل دجل الإرهابية كمخلب قط هي حرب خاسرة، والخاسر الأول هو شعب الإمارات الذي أهدرت حكومة أولاد زايد أمواله بالصرف على المرتزقة وتجار السلاح، التي يسمع الناس كل يوم أنه تم قصفها أو استلامها من قبل استخباراتنا العسكرية. ترى من الذي يفكر لأولاد زايد؟ لا خوف على السودان من أحابيل ولعيب مخابرات دولة الشر وأزلامها المترممين بين عواصم الإقليم، وإنما الخوف كل الخوف
على شعوب لم تعرف من حقيقة الحرب على السودان سوى إنها حرب على السلطة بين الجيش وميليشيا آل دجل الإرهابية، بينما هي حرب الإمارات الخاصة بمطامعها الذاتية الرخيصة في خيرات وموارد هذا البلد القديم. لكن هيهات، فجيش وشعب السودان على أهبة الاستعداد لتدمير وهزيمة أي عدو يستهدف كرامة وسيادة السودان. أهلا بكم ثانية. وقف والي الخرطوم المكلف أحمد عثمان حمزة وأعضاء لجنة أضرار متحف بيت الخليفة بأم درمان، وقفوا على حجم التعديات والسرقات التي تعرض لها المتحف. وقال ممثل الهيئة العامة للآثار إن ما حدث في متحف بيت الخليفة تدمير ممنهج بدافع التخريب وطمس هوية الأمة. في إطار برنامج مراجعة الأوضاع بمحلية أم درمان عقب دحل الميليشيا المتمردة، شكلت حكومة الولاية لجانا وأتياما للطواف على المواقع المهمة، وتزامن مع ذلك زيارة تفقدية لأسرة الخليفة عبد الله التعاشي لمتحف بيت الخليفة، حيث وقف والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة وفدي على حجم التعديات والسرقات التي تعرض لها. وضمت اللجنة في عضويتها ممثلين عن الهيئة العامة للآثار والمتاحف وأسرة الخليفة عبد الله والقوات المسلحة والشرطة وجهاز المخابرات العامة. وقفت اللجنة على سرقة متعلقات القادة أبرزها السيوف والبنادق والمسابح بجانب الأواني والمخطوطات التاريخية النادرة. ووصف جمال محمد زين العابدين ممثل الهيئة العامة للآثار أن ما حدث في متحف بيت الخليفة تدمير ممنهج بدافع السرقة والتخريب المتعمد. قمنا بزيارة هذا المتحف ووقفنا على حجم الضرر، وهو حقيقة ضرر كبير جدا من الميليشيا المتمردة، لم تترك شيئا في داخل هذه القرف أو الساحات، وإلا هشمته وقامت بتكفيره. وكثيرا من المجاميع المتحفية أو القطع المتحفية لم توجد في أماكنها المخصصة لها، وجدت الدواليب المخصصة لها فارغة من غير أي مجامع أو قطع متحفية موجودة، وهذا الذي حدث يعني بالضبط حتى الآن. من أهم هذه التحف هناك بعض الأسلحة أو السيوف، الأسلحة البيضاء التي تم سرقتها، منها سيف الأمير عبد الرحمن النجومي وسيف أبو قرية والسرج الخاص بخليفة، وبعض العملات المعدنية الأخرى وبعض الأشياء الهامة. والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة وصف ما حدث بأنه جريمة متكاملة الأركان تؤكد حقيقة أهداف ونوايا الميليشيا الإرهابية التي تستهدف هوية الشعب السوداني. نحيي تحية خاصة قواتنا المسلحة وقوات الشرطة وقوات جهاز المخابرات، ونسأل الله سبحانه وتعالى النصر العاجل. بعد أن طهروا هذه الأماكن قامت شكلنا لجنة من كل هذه الجهات للوقوف على ما تم من تدمير ونهب وتخريب في متحف بيت الخليفة ومعنا أسرة بيت الخليفة، وكان لابد من وجود الجهة المختصة وهي الهيئة القومية للآثار والمتاحف وشرطة السياحة والآثار. عقدنا اجتماع وقررنا بعض التدابير، وتأتي هذه الزيارة في إطار هذه التدابير للوقوف على حجم التعدي وكيفية التعامل مع ما تبقى من مجاميع وقطع أثرية في هذا الموقع المهم. الآن اللجنة إن شاء الله بعد أن وقفت على ما تم، هناك تدابير ستتم، والآن المتحف تم تأمينه بصورة قوية حتى لا تطال أي أيدي أخرى. فنقول أن السياحة والآثار هي موروثات للشعب السوداني. زيارة والي الخرطوم والوفد المرافق له تأتي للوقوف على الأوضاع بعد دحل الميليشيا المتمردة من أم درمان، والوقوف على حجم الدمار وكيفية إيصال الخدمات. لقناة الزرقاء عبد العزيز سليمان عبد الرحمن حسن الخرطوم.
نبقى في ولاية الخرطوم، حيث زار والي الخرطوم المكلف أحمد عثمان حمزة عدد من الأسر بحي المورد الشارق برفقة المدير التنفيذي لمحلية أم درمان الهادي عبد السيد وقيادات منطقة أم درمان العسكرية. وكشف مواطنو الحي عن الانتهاكات التي تعرضوا لها من قبل ميليشيا الدجر الإرهابية المتمثلة في سرقة سياراتهم وممتلكاتهم وحرمانهم من أبسط حقوقهم، مشيدين بحكومة ولاية الخرطوم ودورها في إعادة توفير الخدمات الخاصة بالمياه والكهرباء. أشاد والي الجزيرة المكلف الطاهر إبراهيم الخير بالوطنية العالية لأبناء الرزاقات بالمناقل ووقفتهم مع القوات المسلحة في خندق واحد. جاء ذلك لدى مخاطبة الإفطار الجماعي الذي نظمته قبيلة الرزاقات بمحلية المناقل بمشاركة واسعة من الجهات العسكرية والأمنية والشرطية والإدارات الأهلية. ودعا الوالي للإحكام أو الاحتكام إلى صوت العقل والرجوع إلى حضن الوطن الذي يسع الجميع. من جهته أكد أمير قبيلة الرزاقات بالمناقل عبد الله مضمر إن قبيلة الرزاقات بمحلية المناقل على قلب رجل واحد من أجل الوحدة ومحاربة الجهوية والعنصرية. تفقد المدير التنفيذي لمحلية النهود رئيس اللجنة أمن المحلية موسى علي إبراهيم يرافقه أمين ديوان الزكاة بالولاية وأعضاء لجنة أمن المحلية، حيث تفقدوا جرحى معركة الكرامة بمستشفى النهود المرجعي. وأكد أمير ديوان الزكاة بغرب كردفان الدكتور محمد الأمين آدم رعاية الديوان لجرحى معركة الكرامة والمتأثرين بالحرب التي شنتها ميليشيا الدجر الإرهابية. فيما امتدح المدير التنفيذي لمحلية النهود رئيس لجنة أمن المحلية موسى علي إبراهيم الأدوار التي يطلع بها الكادر الطبي بمستشفيات النهود المختلفة. التقى والي شمال كردفان المكلف عبد الخالق عبد اللطيف ودعت الله مدير مركز كردفان للتدريب الدكتور أحمد عبد الكريم، وبحث اللقاء دور المجلس القومي للتخصصات الطبية في تأهيل وتدريب الأطباء في مختلف التخصصات الطبية والصحية، وكذلك ترتيبات انعقاد امتحان الجزء الثاني لتخصص أمراض النساء والتوليد بالولاية بمركز تدريب كردفان الأبيض. دي أول مرة يعني يقام هذا الامتحان في ولاية شمال كردفان، ونحن بنعتبره يعني إنجاز، لأنه ده بيخدم مش ولاية كردفان برا، بيخدم كل نواب الأخصائيين الممتحنين في كل ولايات كردفان جنوب وغرب وشمال، وأيضا بيتيح الفرصة لنواب الاختصاصيين حتى من خارج الكردفان إنهم يمتحنوا في الولايات المجاورة مثل النيل الأبيض ودارفور وكده، تجنبا لمشاق السفر للمراكز الاثنين التانيات المعمولات في شندي وفي بور سودان. احنا بنعتبر انه ها في مجال النساء والتوليد دي البداية، يعني بنتوقع انه باقي التخصصات ايضا تعقد امتحاناتها هنا في ولاية شمال كردفان ان شاء الله. نبقى في مدينة الأبيض، حيث أكد والي شمال كردفان المكلف عبد الخالق عبد اللطيف ودعت الله أهمية دور الإعلام والصحافة في دحض الشائعات التي تبثها ميليشيا الدجر الإرهابية. جاء ذلك خلال مخاطبته ختام الدورة التدريبية التي نظمتها لجنة النشر والصحافة باللجنة الإعلامية للاستنفار والمقاومة الشعبية بالتعاون مع جهاز الأمن والمخابرات العامة. الشائعة وأثرها على المجتمع عنوان للدورة التدريبية التي نظمتها لجنة الصحافة والنشر بلجنة الإعلام باللجنة العليا للاستنفار والمقاومة الشعبية وجهاز الأمن والمخابرات العامة بولاية شمال كردفان، والتي شرف ختامها والي ولاية شمال كردفان عبد الخالق عبد اللطيف والأجهزة التنفيذية والعسكرية والشرطية، والتي ضمت 45 دارسا من الإعلاميين والصحفيين بالولاية. وتأتي أهمية هذه الدورة في إطار التعاون بين الأجهزة الأمنية والأجهزة الشرطية والأجهزة والقوات المسلحة مع الصحافة في ظل هذه الحرب التي تشهدها بلادنا ويشهدها ولايتنا. هذه الدورة التدريبية الهامة نأمل من الجميع عكس ما تلقوه من علم مفيد في مسيرتهم المقبلة في عملهم الصحفي وعملهم الإعلامي.
مدير جهاز الأمن والمخابرات العامة بالولاية العميد العوض محمد العوض أشار إلى خطورة نشر الشائعات في زعزعة الأمن القومي، مؤكدا أهمية تنزيل مخرجات الدورة على أرض الواقع من خلال الأوراق التي قدمت في الدورة. يعني حقيقة الموضوع بالنسبة لنا نحن يعتبر موضوع شيق ومهم، هي معالجة الشائعات، وهو ما نعانيه يا إخواننا، نحن ما نعاني منه. الشائعات التي ملأت الدنيا وملأت الفضاء وملأت الميديا يجب عليها أحزاب بأوزان كبيرة، وكانت يعني الآن أصبحت شائعة وأصبحت شغلة شائعة، تجيب عليها ميليشيا تعيش عليها وتقتات منها. فيما أوضح الأستاذ عبد الخالق عبد اللطيف وضعت الله والي شمال كردفان الدور الكبير للإعلام والصحافة في دحض الشائعات التي تبثها الميليشيا لزعزعة أمن البلاد. هذه الورشة تنعكس على مهنيتنا في كل أرجاء المهن الموجودة على مستوى الولاية والسودان، وأن نطلع على كتابات في الوسائط وفي الشبكات وفي كل المواقع الإذاعة والتلفزيون المسموع والمرئي في كثير جدا من القضايا الأمنية التي تهمه، أين مواقع الخلل، أين مناطق التأمين. ومن خلال ختام الدورة قام والي شمال كردفان وأعضاء لجنة الأمن بتكريم أسر شهداء معركة الكرامة من جهاز المخابرات العامة من قبل دارسي الدورة، كما تم توزيع نماذج من الشهادات للدارسين. إبراهيم أحمد إبراهيم، تلفزيون السودان، ولاية شمال كردفان الأبيض. ضبطت قوات الجمارك بالبحر الأحمر كمية من حبوب الكبتاغون. أشاد مدير قوات الجمارك الفريق شرطة حسب الكريم آدم النور بجهود قوات الجمارك في مكافحة التهريب. من جانبه أوضح مدير إدارة مكافحة التهريب بالبحر الأحمر عميد شرطة خالد محمد صالح أن الضبطية اشتملت على واحد عربة بوكس بدون مستندات جمركية وكمية من حبوب الكبتاغون تقدر بحوالي 33 ألف حبة. عربة قادمة بشمال الولاية عربة بوكس، وهي تحمل معها 33 ألف حبة كبتاغون مخدرة. هذه العربة هي غير مرخصة ولا تحمل مستندات، تم ضبطها وهي داخل للبلاد. هذه الآفة، هذه المخدرات، هذه الحبوب معلوم أنها هي تستخدم غالبا لأغراض نشاط القوة الكادر البشري، وحسب التحليل فإنها قد تستخدم بواسطة المتمردين لزيادة جرعة النشاط للمتمردين. ونحن من هنا نحيي شباب ونحيي قوة مكافحة تهريب البحر الأحمر لهذا الجهد البناء ولهذه التضحية البناءة في ظل هذه الظروف. نبقى في ولاية البحر الأحمر، حيث أكد والي البحر الأحمر المكلف اللواء ركن معاش مصطفى محمد نور أهمية الإعلام في خدمة القضايا الوطنية. جاء ذلك لدى مخاطبته اللقاء الذي نظمته حكومة الولاية للإعلاميين بحديقة نايس زون بمدينة بور سودان بحضور وزير الثقافة والإعلام الدكتور جرهم عبد القادر ووالي النيل الأبيض واللجنة الأمنية بالولاية. وكشف الوالي عن جهود حكومة الولاية واللجنة الأمنية لتأمين الولاية من أي استهداف من ميليشيا آل دغل الإرهابية، مبينا معالجة الحكومة للتحديات الماثلة في محور الصحافة والتعليم ومشروعات البنى التحتية والطرق، معلنا عن فتح المدارس في جميع المراحل الدراسية بالولاية في 14 من أبريل الجاري. أجلسنا منذ تكليفنا في هذه الولاية بهذه المهمة العصيبة في هذا الوقت العصيب، خطينا بعض الأولويات للعمل في الولاية. حقيقة كان من أولى أولوياتنا الأمن، ثم الأمن، وبعدها الصحة، ثم التعليم. هي من وطأت أقدامنا هذه الولاية في هذا التكليف
قعدنا مع اخواننا في القوات المسلحه والاجهزه الامنيه الاخرى لوضع الخطط الكفيله بمحافظه على امن واستقرار الولايه. اقدامات الكبيره من اخواننا في الاعلام، ونحن نشكر لهم منذ قدومهم الى هذه الولايه، وهم يقدمون حبر مدادهم ويقدمون عدسات كاميراتهم خدمة أول ونصرة لقواتنا المسلحة. وكما تعلمون أن هذا الوقت الذي نعيشه الآن هو مرحلة مفصلية خطأ فيها قواتنا المسلحة، خطط فيها خطوات كبيرة عملاقة إلى النصر القريب المؤذر بإذن الله. أيضا التقى والي البحر الأحمر المكلف اللواء ركن معاش مصطفى محمد نور سفير جمهورية إندونيسيا بالسودان سوناركو سويتو، وتناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات المشتركة بين البلدين في العديد من المجالات. وأبان السفير أن بلاده ستقدم مساعدات إنسانية للسودان ورغبة إندونيسيا في تعزيز المشروعات الاقتصادية والاستثمارية بالولاية. Purpose of my visit here is to strengthen our relation. والهدف من زيارتي هي اولا يريد السفير يريد ان يقوي العلاقه بين السودان واندونيسيا، وكذلك يقوي علاقه بين ولايه بورت سودان وولايه واحد ولايه في اندونيسيا وهي ولايه سورابايا. وكما عرفنا ان العلاقه بين السودان واندونيسيا هي علاقه تاريخيه متينه وقد بدات من زمان، ونريد أن نقوي هذه العلاقة في مستقبل الأيام. وكذلك ذكر السفير أن إندونيسيا سوف تقدم لكم مساعدة إنسانية، فإن شاء الله يأتي المساعدة في هذا الشهر. وكذلك وأخيرا نشكر للولي الذي دائما يساعدنا في توظيفي أنا في هذه ولاية إندونيسيا and the province of Red Sea under the scheme of sister city. انعقدت بولاية كسلا ورشة المسحلة الوبائي لأمراض الحيوان وتحسين سبل كسب العيش للرعاة وأصحاب الحيازات الصغيرة بحضور وكيل وزارة الثروة الحيوانية الوزير المكلف الدكتور حسن مقداوي. وأشار المتحدثون في الورشة إلى أهمية الورشة لمكافحة أمراض الحيوان وتطوير المحاجر والمعامل البيطرية محافظة على الثروة الحيوانية بوصفها واحدا من الموارد الاقتصادية المهمة في البلاد، ووقوفا على النتائج والبحوث التي قدمت في العام الماضي، انعقدت بولاية كسلا ورشة المسح الوبائي بحضور وكيل وزارة الثروة الحيوانية الاتحادي الوزير المكلف. الورشة عبارة عن استعراض لكل النتائج العمل الذي قامت به الولايات في هذه الفترة، فترة نشاط المشروع، وكانت مجدية جدا وكانت مرضية بالنسبة لكل العاملين في الثروة الحيوانية، ومثل هذا ثلاثي الثروة الحيوانية المتمثل في الأوبئة والمحاجر. ممثل حكومة ولاية كسلا مدير الحكم المحلي بالولاية موسى عبد الكريم تحدث عن أهمية الثروة الحيوانية ودعا للاهتمام بتصنيع اللحوم زيادة للفوائد والعوائد المستفادة من هذه الثروة القومية. الثروة الحيوانية هي واحدة من الموارد الضخمة جدا والتي ترمي خزينة الدولة بموارد ضخمة جدا، لكن مشكلتنا في السودان انه قاعدين نصدر رو ماتيريالز، ما قاعدين نصنع، ما قاعدين نستفيد من كثير من الموارد بتاعت الثروة الحيوانية اللي عندنا. مدير مشروع المسح الوبائي المنسق العام لبرنامج طوارئ الثروة الحيوانية دكتور حسن علي عباس أكد أن الورشة تهدف لمزيد من الاهتمام بصحة الحيوان مكافحة للأمراض التي تصيب القطيع القومي والحد منها. وهي ورشة تعنى بعرض النتائج لهذا المشروع الذي بدأ في العام 2019 واستمر حتى العام حتى بواكير العام 2024، والاهتمام بصحة الحيوان ومكافحة الأمراض الوبائية خصوصا الأمراض العابرة للحدود. شارك في هذا الاجتماع وهذه الورشة
كل ولايات المشروع الثمانية. المشاركون في الورشة التدريبية أشادوا بمخرجات الورشة ودعوا لتطبيقها في الولايات لتقليل أمراض الحيوان ووضع خارطة طريق للاستفادة من الثروة الحيوانية. المشروع بالنسبة لنا إضافة في شمال كردفان، عمل إضافة واضحة خاصة فيما يخص صحة الحيوان. من خلال المصلحات الناس قدرت تعمل ترتيب لأولويات الأوراق الموجودة. حقيقة ولاية القضارف كانت من الولايات الموعودة بعمل كبير في ضمن المشروع، وبحمد الله تعالى تمت عدد من المكاسب بالنسبة للولاية، حيث تم عمل مسح لعدد من الأمراض وتغطي عدد كبير من البلاغات في عدد من المحليات وتم تشخيصها. ورشة المسح الوبائي لأمراض الحيوان تؤكد حرص الدولة وبالشراكة مع المانحين لتطوير هذا المورد الاستراتيجي بما يعود بالنفع على الرعاة والدولة والمجتمع. عمر خاطر، تلفزيون السودان، ولاية كسلا. سيرت لجنة المرأة بالولاية الشمالية قافلة كساء وغذاء ومواد علاجية لمتحرك أسود العرين، وخاطب القافلة نائب مدير عام جهاز المخابرات العامة اللواء محمد عباس اللبيب، مؤكدا دور المرأة وموقفها الوطني الداعم للقوات المسلحة، مؤكدا أن القافلة تمثل عونا وسندا للقوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى في معركة الكرامة. والله نيابة عن السيد القائد العام للقوات المسلحة والسيد مدير عام الجهاز، أرحب بكم أيما ترحاب في كرري وفي سركاب، وزيارتكم زيارة تاريخية. نحن أول مرة جينا وفد من المرأة بهذا الحجم يعني، ومن أبعد الأماكن، ودائما الولاية الشمالية هي سباقة. وصلنا خيراتها مما جد المعسكر ده، الخيرات كلها خيرات الولاية الشمالية، والغوافل كلها جات غوافل الولاية الشمالية، وقدامكم أخوانكم، أخوانكم يعني وصلونا بغوافل تسير عين الشمس زي ما بقولوا. نحن والله جيدكم بالنسبة لنا فخر، وجيدكم لنا عزيمة، وجيدكم بالنسبة لنا دافع يخلي احنا نجتهد اي اجتهاد في صد العدو. نحيي عبركم المرأة السودانية اللي هي ديدنا، والتاريخ حافل بالأمثلة وحافل بالسير الطيبة للمرأة السودانية، وهي تاريخ ممتد وحيظل ممتد طالما في وجوه مثلكم تتكبد المشاغل دي كلها تصل للخرطوم، وما عندها مانع. ثاني تصلنا في دفعات على مرات متلاحقة، فدعنا براوي انه دي مسيرة ممتدة وهي توارث أجيال. اسمحوا لنا ان نرفع القبعات محيينا كل فرد منضوي ومنتمي للقوات المسلحة، هذه المؤسسة المدرسة العريقة حامية الحمى والمحافظة على سيادة الأرض والعرض. وتحية من هنا نرسلها لسعادة اللواء محمد عباس اللبيب ولكل قيادات الجيش السوداني فردا فردا بمختلف الرتب وبمختلف المقامات وبمختلف المواقع. ثمن رئيس آلية ولاية جنوب دارفور لحصن الوافدين بولاية النيل الأبيض الدكتور إسحاق عليو الأدوار التي تطلع بها المؤسسة التعاونية للقوات المسلحة ومنظمة المراقي من خلال الخدمات التي تقدمها للوافدين من أبناء ولاية جنوب دارفور بولاية النيل الأبيض، وامتدح حكومة ومجتمع النيل الأبيض على وقفتهم ودعمهم للوافدين للولاية القادمين من جميع المناطق المتأثرة بالحرب. مشروعنا أنه نعمل حصر لكل النازحين، لنا بها ما بعده مجموعة تخطيط ومجموعة مشروعات إن شاء الله هنقوم به. التحية لأخواننا في منظمات الدولية والمنظمات الوطنية اللي وقفت معانا. نحيي كل السودانيين على هذه الوقفة الصلبة خلف القوات المسلحة. باسم وافدين ونازحي ولاية جنوب دارفور بالنيل الأبيض، نحيي الأخوالي ولاية النيل الأبيض الهمام وأركان حربه والسيد أمين الحكومة، ونشكر كل أخواتنا ونشكر أخواننا في المؤسسة التعاونية للقوات المسلحة.
هنأ والي جنوب كردفان المكلف محمد عبد الكريم محمد إبراهيم عبد الكريم قيادة الفرقة 14 مشاهكة دوغلي على انتصاراتها على قوات الحركة الشعبية جناح الحلو إثر هجومها الفاشل على منطقتي الكويك وكيغاجورو بمحلية الريف الشرقي شمال كادوغلي. وأناشد الوالي قيادات الحركة الشعبية الحلو بالاحتكام لصوت العقل والجنوح للسلام. وأجدد محمد إبراهيم دعم حكومته ومواطن الولاية للقوات المسلحة في معركة الكرامة. من جانبه أعلن قائد الفرقة 14 مشاكة دولي لواء ركن فيصل مختار جاهزية قوات الهجانة لرد أي عدوان على كل حدود الولاية. 14 وكل القوات الموجودة النظامية الأخرى من الشرطة والأمن والمخابرات، قوات المساندة لها من قوات الاحتياط دائما حاودونا في هذه الولاية، وبالانتصارات المتكررة التي ظلوا يحققوها كل مرة ظللنا نناشد أخواننا بالحركة دائما أن يجنحوا لصوت السلام. هذا التهور هو ينتج منه مزيد من الأرواح، مزيد من الدمار، مزيد من الخراب. بغيت أنا نقول أنه هذه الانتصارات هي ديدن هجانة أصلا، هجانة في تاريخهم لا يهزمون، تم الثبات في القتال، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ربنا يوفقهم، وبرضو نقول للشهداء أن ربنا يتقبلهم. والحمد لله الآن المنطقة مستقر ومستطاب، والقتلى لا يزيد لا يقل عن 150 من المعجورين، ونحن كقوات المسلح وقوات الاحتياطي اقتصدنا 18 شهيد، وبما فيهم أمير موسى الزبير أمير الكيكة الجورو. أهلا بكم. شهد والي الشمالي المكلف عبدين عوض الله الإفطار السنوي لرابطة أبناء الكبابيش أم حدب بمحلية الدبة. وخلال مخاطبته حفل الإفطار حيا والي الشمالي المكلف القوات المسلحة التي تدافع عن الأرض والعرض، أشاد الوالي بتضحية أبناء الكبابيش ودعمهم للقوات المسلحة. بد هنا أن نحيي قواتنا المسلحة ونحيي شهدانا شهداء الكرامة ربنا يتقبله، ونحيي شهداء معركة الصافية. الله أكبر. معركة الصافية كانت هي عبارة عن رسالة، رسالة وصلتوها للجنجويد وللميليشيا إن والله أهل الشمالية ما بيرضوا يمسهم أي شر، سواء كان في فرد منهم أو في مالهم أو في عرضهم. الحمد لله سبحانه وتعالى أن تكون محلية الدبة هي منصة الانطلاق لتحرير السودان بإذن الله سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين. الأخ الوالي، الأهل في قبيلة الكبابيش سبق وأن حرروا المنطقة من الناحية الغربية، وسبق وأن أعادوا مالهم المنهوب، وسبق أن دافعوا عن مالهم وعن عرضهم وعن أرضهم، وقدموا في ذلك الشهداء. أعلنت قيادات وجماهير مناطق القبة جنوب بمحلية الدامر بولاية نهر النيل دعمها وإسنادها للقوات المسلحة في معركة الكرامة. جاء ذلك خلال إفطار الجماعي لنصرة القوات المسلحة. وامتدح وزير المالية والاقتصاد والقوى العاملة الدكتور محجوب السر وقوف أبناء وأهالي قيادات مناطق القبة خلف راية القوات المسلحة، مشيرا إلى انخراط جميع شباب المنطقة والقادرين على حمل السلاح في معسكرات الكرامة. أهل هذه القرية من المحبين للقوات المسلحة، ويمكن هي قرية قام فيها معسكر كبير جدا، قوامه 220 تخرجوا من معسكر قرية القبة، كان من أكبر المعسكرات الداعمة للقوات المسلحة، والآن شبابهم جاهزين للزود عن الأرض والعرض وجاهزين للتقدم للصفوف الأمامية. يمكن هذا المقصد منا لقاء اجتماعي يجمع هؤلاء الشباب وهؤلاء المستنفرين على برش رمضان وعلى مائدة رمضان في هذا الشهر الكريم. ونحن بفضل المنطقة هذه ديارة منطقة الأدبراوي قرية القبة، نقول إن نحن في الأدبراوي استطعنا نجند أكثر من 3000
من ابنائنا وصلوا حتى تقريبا تدريبا متقدم، جاهزين للدفاع عن السودان، جاهزين للدفاع عن المنطقه. نسال الله ان ينصر قواتنا المسلحه. نظمت المقاومه الشعبيه بمنطقه سيفاوا الحدوديه بالفشقه افطارا جماعيا دعما للقوات المسلحه في حربها ضد ميليشيا آل دجر الارهابيه. واعلن عمده المنطقه وممثل الادارات الاهليه عن جاهزيه المستنفرين للقتال الى جانب القوات المسلحه لدحر التمرد بكل مناطق السودان فضلا عن تامين حدود الولايه. امتدح قائد القوات السودانية الليبية المشتركة بالولاية الشمالية العقيد ركن صديق إبراهيم وقفة الشعب السوداني مع القوات المسلحة في معركة الكرامة. جاء ذلك لدى مخاطبة الإفطار السنوي للقوات المسلحة، فيما امتدح أمين عام الحكومة عبد الكريم الربيع جهود تأمين الولاية والتنسيق بين الأجهزة الأمنية. نسعد كثيرا بأن نكون حضورا لهذه المائدة الرحمانية الكريمة، وهذه المائدة الرحمانية هي بالرغم من أنها عادة سودانية إلا أنها تتفق تماما مع ديننا ومبادئنا الدينية والإسلامية. ورمضان هو شهر الخير وتكسر فيه الأبعال الخيرة. جاتي الإفطار السنوي للقوات المشتركة السودانية الليبية لهذا العام بشراكة مع الكتيبة الاحتياطية احتفالا واحتفالا بالكتيبة الاحتياطية اللي بتتكون من كل وحدات مدينة دنقلة. عقدت أمانة ديوان الزكاة بولاية غرب كردفان مؤتمرا صحفيا مختص ببرامج شهر رمضان للعام 1445 للهجرة النبوية الشريفة. وكشف أمين ديوان الزكاة بالولاية الدكتور محمد الأمين آدم أن جملة المستفيدين من برنامج رمضان بلغوا 4445 أسرة بتكلفة بلغت 275 مليون و379 ألف جنيه تم تخصيصها لشريحة المتأثرين بالحرب. وأكد دعم ديوان الزكاة للمستحقين رغم الظروف التي تعيشها الولاية. نهاية هذه النشرة المفصلة ضمن أحداث اليوم، وهذا هو تذكير بأهم المحطات التي توقفت عندها. نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي يبحث مع وفد جنوب كردفان الأوضاع الإنسانية بالولاية. المدير العام لقوات الشرطة يعلن التزامه بتوفير احتياجات شرطة شمال دارفور. قناة سكاي نيوز عربية تعترف بإيراد معلومات كاذبة عن حقيقة مشاركة داعش في حرب السودان. إلى هنا تنتهي هذه الخدمة الإخبارية قدمتها مع الزملاء من تلفزيون السودان. تحياتي وفريق العمل، في أمان الله.